وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون مع كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لتنفيذ عدد من مراكز تنمية الأسر والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. سعيدة بالتعاون جدا مع زميلاتي وفخورة بالتعاون مع وزير التربية والتعليم. هيبقى الأول مرة في يعني تضامن وتنمية محلية وتعليم مع المجتمع المدني بيشتغلوا على قضية واحدة، وبإذن الله ننتشر في كل محافظات مصر بأعداد كبيرة. في وزارة التنمية المحلية كان دورنا إن احنا في حياة كريمة مرحلة أولى كان في إنجاز ل 47 مكان في القرى الأكثر احتياجا تخص وزارة التضامن الاجتماعي، وعلشان وزارة التضامن الاجتماعي في خدمة المجتمع ككل فكرنا إن احنا في ال 27 مكان ده نعمل 500 فصل للتربية والتعليم، فده كانت فكرة كويسة هتخدم المجتمع جدا وخصوصا المجتمع الريفي، وإن شاء الله هنكملها في حياة كريمة المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. لازم أحيي كل فريق العمل سواء في التضامن في التنمية المحلية في التربية والتعليم وأيضا الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. بنشتغل مع بعض إزاي إن احنا نحصر البيانات، نوحد قواعد البيانات، نشوف التراخيص. هذه المباني كان شغل كبير جدا جدا عشان نقدر ان احنا نقدم الخدمة المستحقة للمستحقين. حضانات، دور رعاية للأطفال، تشغيل للمرأة، مراكز تأهيل وتدريب، وحدات صحية، كل ده الحقيقة هذا البروتوكول بيعطي الإسناد من وزارة التضامن الاجتماعي للتحالف الوطني استنادا لقانون رقم 171 لسنة 2023 واللي صدق عليه سيادة الرئيس، اللي فيه في المادة 3 والمادة 4 نقدر ان احنا نشتغل مع بعض علشان نقدر نوفر هذه الاحتياجات. البروتوكول الذي يجمع بين التحالف الوطني والوزارات الثلاثة سيسهم بشكل كبير في رفع الوعي الصحي والمجتمعي وفي تحسين مستوى معيشة المواطنين في مصر. مهم جدا حالة الانسجام بين الوزارات في تقديم الخدمات للمواطن المصري، ده ما كانش أبدا هيتم إلا من خلال قاعدة بيانات موحدة تقدر منها كل الوزارات وكل الهيئات اللي بتقوم على خدمة المواطن أو بتقدم له الخدمة إن هي تستند إليها في هذه الخدمات، وفي النهاية المواطن هو الكسبان.